الرئيس السيسي يوجه بتعزيزنا لحوكمة وحسن إدارة ما تملكه من أصول. رئيس الوزراء يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في عام 2020. الحكومة تنفي زيادة سنوات الدراسة بكلية الطب البيطري إلى 6 سنوات. موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. اجتمع الرئيس السيسي أمس مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية وعدد من المسؤولين المعنيين. كما اجتمع الرئيس السيسي أمس مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. المزيد في سياق هذا التقرير. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور محمد عفيفي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية واللواء عبد الحميد مصطفى مدير الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات واللواء أركان حرب طارق الظاهر مدير إدارة الإشارة واللواء محمد البشاري مساعد مدير إدارة الإشارة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض منظومة شبكة الاتصالات الفضائية الخاصة بالدولة والاستخدامات المستقبلية للقمر الصناعي طيبة واحد. وقد وجه السيد الرئيس بالاستغلال الأمثل لتطبيقات القمر الصناعي المصري طيبة واحد لصالح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدولة، خاصة ما يتعلق بشبكات التراسل الحكومية الجاري تنفيذها لربط الجهاز الإداري للدولة بالكامل ارتباطا لتطبيق النظم الحديثة للعمل الحكومي وتمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو الأمر الذي سيعزز كذلك من دعم جهود التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر باستخدام الأساليب العلمية الدقيقة ذات التكنولوجيا المتقدمة. وقد تم في هذا الإطار عرض تطورات مشروع الشبكة الحكومية الموحدة لربط الجهاز الإداري للدولة لدعم قدرات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور، بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بكافة الخدمات الحكومية للمواطنين، وذلك في الإطار العام للمشروع الاستراتيجي لرقمنة الدولة والاستعدادات الجارية للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. واطلع السيد الرئيس كذلك على أهم الاستخدامات المنتظرة للقمر الصناعي طيبة واحد والذي سيعمل بكامل طاقته خلال النصف الثاني من العام، والذي من شأنه أن يدعم جهود أجهزة الدولة في كافة المجالات، خاصة جهود التنمية ورقمنة الدولة ومكافحة الجريمة والإرهاب، فضلا عن تحسين خدمات الإنترنت في المناطق النائية وللأفراد والشركات، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز أداء القطاعات الحكومية كالبترول والطاقة والثروة المعدنية والتجارة والتعليم والصحة. كما تطرق الاجتماع إلى نجاح وكالة الفضاء المصرية مؤخرا في الفوز بالمسابقة الدولية للجنة الأمم المتحدة لشؤون الفضاء لتصميم كاميرا فضائية فائقة التكنولوجيا لتثبيتها على محطة الفضاء الدولية، وذلك كأول وكالة فضاء عربية وإفريقية تحقق هذا الإنجاز العلمي، والذي سيتيح لمصر الحصول بلا مقابل على الصور الفضائية عالية الدقة التي تستخدم في الأغراض الجيولوجية والاستشعار عن بعد والاستكشافات وغيرها من التطبيقات التي تخدم جهود التنمية في الدولة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية المتعلقة بتطوير الأراضي على مستوى الجمهورية، وكذلك شبكة المحاور والطرق الجديدة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في تعزيز نهج الدولة لحوكمة وحسن إدارة ما تملكه من أصول كمبدأ ثابت يحقق الاستغلال الأمثل للموارد اقتصاديا وتنمويا وعمرانيا. وفي ذلك السياق اطلع السيد الرئيس على أهم محددات ومحاور مخططات التطوير التنموي واستغلال أراضي الدولة المتاحة في عدة محافظات على مستوى الجمهورية، وذلك وفق المراحل والجدول الزمني المقترح، وكذلك الموقف الإنشائي والهندسي لشبكة الطرق المحاور الجديدة على امتداد الجمهورية وربطها بالمجتمعات العمرانية المحيطة.
استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الحصاد السنوي لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن عام 2020، وأكد مدبولي أن آلية عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلقت ترابطا بين الحكومة والمواطن، مشددا على ضرورة أن يكون العمل بها على أعلى مستوى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تيسير سبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات حول زيادة سنوات الدراسة بكلية الطب البيطري إلى 6 سنوات، وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مدة الدراسة بكلية الطب البيطري بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية هي 5 سنوات فقط، مشيرة إلى أن المقترح الذي وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات هو إضافة سنة للتدريب العملي وليس للدراسة الأكاديمية، وأن هذا المقترح يحتاج إلى استكمال إجراءات التعديل التشريعي حتى يمكن تطبيقه. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل متاحة بداية من اليوم، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021. وأشارت الوزارة أنه في حالة وجود أي أخطاء في البيان يتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابعة لها الطالب، أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوى الإلكترونية. أعلنت وزارة الصحة أمس عن خروج 765 متعافية من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 118294 حالة. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 989 حالة إيجابية جديدة، لافتة إلى وفاة 57 حالة جديدة. مشاهدينا انتهى موجز الأخبار، شكرا لحسن المتابعة.